خد يا عملت ايه؟ ما كنتش اعرف اعمل جيت جوه جيت هنا ما كنتش اعرف عملت كده عملت كده ما كانش عايز يرد عليا عشان كان فاكر ان هنزل عليه فجبته كده وتم وشي حرام زعل قلبي بقالي اكتر من 24 ساعه حسيت وانت شفتي دلوقتي حرام والله ما شفتوش كنت بعمل سيده شفته فيه تحت المخدة تعي ريا تعي قومي يا ريا وري ليها نسيت انا شو كتبت استنى خلاص عدنا والعود احمد everything is good again عدنا والعود احمد محمد has light in his life again because I'm in it now He gave me a rose. دي مصري يا ورده بورا. لا مش بورده بال. بورا. اشتريها بورده لبنت بلادك. مصري يا ورده. مش بالورده بالليتر. دي فطحاني بكل حته. انت عامله لي مشاكل وفطحاني بكل حته. انا لازم امشي. اي اسم الله عليك انت اللي مجوزني واحده دلوقتي صغير قوي على حاجات كده. مجوزني مين؟ خولة مالها خولة جوزها الناس هم اللي جوزوني الخولة انا ما جوزتش حد نو استنى نو اسكتي سمعت عزوز وبتعمل عيني مش بالوردة عين الجمال والصوت الحلو مش بالوردة ال اللتر عم تطلع طلع فيها بتصدق طلع فيها هي بتصدق لا لا تطلعاته لاقي كلسيته انت عامل ريبورتاج زعلان مني ما في زعلان انيس عامل ريبورتاج على كلساتي ايه صحيح شوكولاته قريته قريته علي ريبورتاج شوكولاته ريد ريد Why don't you read it? But in a good English. I'll fix the English. Fix the English. Please let me fix the English. عارف انه when I read it, I didn't read it the way you wrote it. I fixed the English in my head so I can read it. انا نديم عنده نفس المشكله الانجليش بتاعه كويس قوي بس هو فرنش ادجكيتد مش انجليش ادجكيتد فساعات بيعمل ميستيكس وانا مش بحب في اللترز انه في ميستيكس بالانجليش فبيكتب انا كنت بطلب مساعده بس قلت لحالي لا خليها من no, بس اي لايك ات لايك ذات ما بيطلب مساعده بيكتب لي لترز ومثلا في حاجه بيعبر عن انه هاو هي فيلز اند وات ايفر ذيرز ايذر اي سكيب ات لو مش مكتوبه كويسه اي سكيب ات او في وانت عم تقريها صح راسي اي دونت لوك ات ذا ميستيك بتنرفز لا اجيب لك قلم احمر تحط قلم نو نو كلها حمراء نو اتس اكشلي جود اتس جود بس يعني اهم شيء انه فهمت يعني مثلا دي كلمه فرنش فمش مكتوبه كده اوكي بس اوكي لا عم تحكي على الحكي المهم فهمتي شو معناتها ايوه تمام يعني ما شرط تفهمي شو اوكي بالنسبه للكتابه مشكله عندي ما اكيد ما حكتبهم كلهم ظابطين but it's nice like that you made an effort والله my smiley face انا مقلوب احنا مش في اس ام اس على التليفون مظبوط no this is not these things Oh yeah, I thought this was really cute. It's cute though. هيك كتبتها بسرعة بدون ما أفكر شو عم بكتب يعني. No, but it was nice. You want to read it? Yeah, you read it. I'm not gonna read it, Hannes, out loud. I want to listen. It was so nice practicing with you on stage this evening. I like this evening. I was very impressed. Honestly, really, it was amazing. I know that without me, the tableau would be so bad and disgusting. And they say, wow, okay. I love the confidence. But you're the winner, you're always pretty. You have to know just one thing, that there's no one in this academy. I won't say in the world. You like this, huh? No. You don't like it. يعني, ما تقولش كده, just قول كده.
صح؟ That's my style. ليه؟ When I write something, that's my style. يعني don't make me feel bad. Just do that's it like not, this. Not feel bad. It's to be honest, really. Oh, be honest. Just say that you're the most person I whose But opinion I, I care about this, in the academy. That's my remark here. Oh, okay. Opinion care about this academy more than you. That small thing between heaven and earth means a lot to me. I'm gonna read it and means a lot to me, and I won't let a stupid behavior from my part destroy it. You mean a lot to me. See how short it is when I read it? Mm. And that's the important thing. That's really good. Take care and good luck for tomorrow. This is bad. This is oh, stupid. Yeah. I laughed so much when I read this one.